اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين مع حضراتكم ونقل فعاليات واحداث مهرجان العالمين في نسخته الاولى. موجودين مع حضراتكم في مدينه العالمين، دره البحر المتوسط واحد احدث المدن الجديده، مدن الجيل الرابع في مصر. ويعني ضمن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الاولى، مستمرين مع حضراتكم في نقل جميع الفعاليات، موجودين مع الناس لحظه بلحظه. ودلوقتي معانا استاذ احمد الطيبي، وكيل لجنه السياسة بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين من هذه المدينة الساحرة. بقعة ساحرة فعلا. أيوة. والحقيقة انه الواحد سعيد انه موجود في اللوحة الفنية الكبيرة والطبيعة الساحرة اللي موجودة في مدينة العالمين. ازاي مدن زي العالمين، واحنا بنتكلم انه دي احدث مدن الجيل الرابع في مصر، تخدم القطاع السياحي والاستثمار السياحي؟ الحقيقة بصي، مصر الحقيقة بتتمتع بمقومات طبيعية جاذبة للسياحة جدا، وده الحقيقة موجود عندنا في بقع كتير من جمهورية مصر العربية. انت النهاردة في مصر ممكن كل 10-20 كيلومتر تنشئي مدينة جديدة على موقع مميز في مصر، على موقع بمقومات طبيعية وفي عوامل جاذبة للسياحة كتير. الحقيقة طبعا العالمين النهاردة هي الحقيقة المدينة دي قدمت ما وعدت به. النهاردة احنا بنيجي نشوف انشاءات في كل حتة، جدول زمني الحقيقة محترم جدا يتم احترامه بكل جدية، منشآت جيدة جدا على درجة عالية من الجودة. فده طبعا شيء جيد جدا، جاذب للاستثمار وجاذب للتشغيل وجاذب للسياحة، وده مستقبل مصر الحقيقة. لان السياحة كانت دائما معتمدة على السياحة التقليدية ما بين القاهرة والأقصر وأسوان على ضفاف النيل بالحضارة المصرية الرائعة. بعد كده تطورت من خلال المقاومات البحرية، الحياة البحرية العظيمة اللي موجودة في البحر الأحمر، اللي نشأ عنه مدن البحر الأحمر كلها وأهمها طبعا شرم الشيخ والغردقة. النهاردة احنا بنتكلم على منتج جديد، منتج جاذب للساحل الشمالي، منتج جاذب للبحر المتوسط. الحقيقة البحر المتوسط أعداد السياحة عليه ضخمة جدا في خلال شهور الصيف. الحقيقة بيستفيد منها دول زي تركيا، زي قبرص، زي اليونان، زي جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا. الحقيقة مصر داخلة كمنافسة في هذا السوق. مصر لديها من المقومات، لديها من الرمال، لديها من البحر، لديها من الجو. والحقيقة كمان مصر يمكن بتتمتع أكتر بميزة أكتر عن الدول الأخرى. حضرتك جنوب أوروبا دوت بيبص على البحر المتوسط، لكن بيبص عليه من الناحية الإبلية، فبتزداد فيه الرطوبة وبيزداد فيه الحر أكتر الحقيقة من هنا. هنا الهواء بيجي من الجهة الشمالية وانت قاعدة على البحر، أو انت موجودة في مدينة العالمين أو في الساحل الشمالي بصفة عامة. فالحقيقة الجو بيبقى لطيف جدا وجاذب جدا، ومنشآت جديدة زي كده، فنادق، الشقق فندقية، الأبراج اللي معمولة على أعلى مستوى، الحقيقة ده في حد ذاته جاذب جدا لإقامة السياح هنا في مصر في خلال الأشهر الصيف. أستاذ أحمد، أنا عايز أقف عند نقطة التنافسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بلدنا تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار السياحي والتطوير اللي يحصل والتنمية اللي تحصل في هذا القطاع، لكن المنافسة أيضا قوية. حضرتك بتتحدث عن الريفيرا واليونان وقبرص وتركيا، إذن لابد وأنه في خطة للدخول وللمنافسة بقوة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ومدينة العالمين أعتقد أنها يعني تغير الكثير في هذه الخريطة السياحية. طبعا بصي حضرتك، النهاردة اللي بيحصل في مصر من مجالات التنمية، يعني يمكن هخش على حتة تانية وهي وسائل النقل الجماعي والقطار الجديدة والكلام ده كله، ده بيسهل تنقل السائح من مدينة إلى أخرى. انت في مصر عندك حاجات فريدة جدا في العالم. أنا السائح النهاردة ممكن يجي لي على الغردقة يتمتع بالحياة البحرية اللي موجودة في الغردقة، ياخد القطر اللي تحت الانشاء ان شاء الله ونخلص من هذه المشاريع المهمه جدا، يبقى في الساحل الشمالي في خلال ساعتين ونص. ده يخلي السائح ما يجيش القاهره والاقصر واسوان والاماكن السياحيه المعروفه عندنا، لا، ينتقل في نفس الرحله بسبب وسائل المواصلات اللي تسهل له ده، والشركات السياحة تكون عاملة خطة سياحية متكاملة للسائح انه يروح السواحل مثلا طبعاً، غير الغردقة وشرم الشيخ برضه. طبعا البنية التحتية هي من العوامل الهامة جدا لتنشيط السياحة. البنية التحتية خلي بالك حضرتك، هي العملية مش عدد سياح بس. انا النهارده عندي عدد سياح بيقعد كام ليلة؟ ما انا النهارده لما تيجي تسمعي عن فرنسا عندك 120 مليون سائح. وبيصرف ازاي؟
عندك 120 مليون سائح، السائح ده قاعد قد ايه؟ قاعد ليله، قاعد ليلتين، قاعد ثلاثه. انت عندك متوسط الاقامه عندنا في مصر بتصل ما بين 7 و10 ليالي. فالسائح الحقيقه بيقعد مده طويله. طبعا انا كل ما بوفر له وسائل النقل الامنه من مدينة إلى أخرى، لأن المنتجات السياحية في مصر الحقيقة مختلفة ومتنوعة. رأيك إيه في مسألة تنوع المنتج السياحي اللي بيقدم في مدينة العالمين؟ وأكيد حضرتك تتابع فعاليات مهرجان العالمين، يعني ابتدى بنتكلم في حوالي أسبوعين، كرة شاطئية ويعني دوري لكرة القدم لجيل الذهبي وحفل الفنان تامر حسني وغيره، والحقيقة في مجموعة من الفعاليات ونجومنا العرب ونجومنا العالمين جميعا موجودين معنا على مدار الموسم الصيفي ده. ازاي ده ممكن يخدم القطاع السياحي ويقدم منتج سياحي متميز للسائح اللي جاي العالمي؟ دائما وابدا القوه الناعمه كانت سبب لجذب السياحه في مصر. حضرتك لو تتذكري من سنوات لما كان في المسارح كلها بتاعت مصر شغاله بالفنانين العظام بتوعنا، دي كانت بتؤدي لتنشيط السياحه العربيه بالذات، كانت تاتي الى مصر لقضاء ليلتين ثلاثة أربعة في القاهرة للفرجة على المسارح العظيمة بتاعتنا. النهاردة الحفلات الغنائية، كل ده عوامل جذب للسياحة. طبعا ما فيش كلام، النهاردة حتى لما بتجيبي فنانين عرب، مش لازم فنانين مصريين بس، لما بتجيبي فنانين عرب ده بيجذب وراه الفانز بتوعه من الدول، من دولته، من دول المجاورة ليه، وبيجوا يقضوا أيام سياحية جيدة، لأنه الحقيقة جاي بلد عظيم، جاي بلد رائع، جاي بلد فيه مقومات سياحية جيدة، جاي بلد فيها جو ممتاز، جاي بلد قريبة من الأسواق المصدرة للسياحة. يعني احنا على مقربة من ساعة وساعتين وثلاثة بالطيران فقط لغير من جميع الأسواق المصدرة، سواء الأسواق دي كانت في أوروبا أو في الدول العربية. وحضرتك بتقول الطيران السنة دي الافتتاح الرسمي لمطار العالمين، شايف ده ازاي فرق في الحركة السياحية؟ ده هيفرق كتير جدا في الحركة السياحية. مطار أنا عايز أربط مطار سفينكس مع مطار العالمين، لأن الحقيقة هم على مقربة من بعض جدا، فرق ساعتين بالعربية، وبينقلك المنطقة عظيمة المنطقة أعظم. فبالتالي كل ما يتم اليوم النهاردة في مصر على أرض مصر من البنية التحتية، كل ده جاذب، كل ده هيطور، هيزود التشغيل وهيزود الاستثمارات، وبالتالي هيبقى فيه العائد السياحي بتاعنا كويس قوي. خاصة إن احنا عندنا النهاردة في مصر الحقيقة شايفين إن السياحة هي أمل النشاط الاقتصادي في مصر. بما إنه حضرتك يعني عندك باع طويل في مسألة الاستثمار السياحي، شايف إيه التحديات اللي جاية في مجال الاستثمار السياحي لو إحنا بنتكلم بالتحديد عن مدينة العالمين والسياحة المتميزة اللي بتقدمها مدينة العالمين؟ بصي، التحدي اللي موجود في السياحة النهاردة عشان نوصل للمستهدف اللي هو موجود، اللي هو حوالي 30 مليون سائح سنة 28 أو سنة 30، ده بيتطلب الحقيقة مجهود جبار. لأن أنت عارفة إحنا لو وصلنا 30 مليون سائح دي معناها إن مش الأسعار هتتضاعف، الأسعار أكتر من ناحية هتتضاعف، لأن السياحة كل ما بتزيد كل ما أسعار الإقامة بتزيد، فبالتالي الأرقام بيبقى فيه زيادة كبيرة جدا. النهاردة قدامنا تحديات كبيرة قوي عشان نوصل للأرقام دي. أولا يمكن البيئة التشريعية محتاجة المزيد من التحفيز، دي ما فيهاش كلام، لجذب المزيد من الاستثمارات المصريين قبل الأجانب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، محتاجين الاستثمارات في مجال الغرف الفندقية، ما فيش كلام، احنا النهاردة بنتكلم على 220 ألف غرفة، 220 ألف غرفة بيقدوا 15 مليون سائح، يعني بيستوعبوا 15 مليون سائح. فأنا النهاردة لو عايز أوصل لأرقام أكتر من كده محتاج لمزيد من الاستثمارات في الغرف الفندقية. وأنا مش عايز برضو، أنا عايز أفهم الناس برضو إن احنا عندنا حوالي 50-60 ألف غرفة تحت الإنشاء، يعني المشروع مش بعيد، 50-60 ألف غرفة تحت الإنشاء، مزيد من التحفيز للاستثمار في المجال السياحي. أنا ما بتكلمش على الاستثمار في المجال السياحي من ناحية الفندقية بس، هناك العديد من الاستثمارات في هذا المجال تقع تحت مظلة السياحة، مش فندقية، ترفيهية مهمة، مطاعم مهمة، خروجات، بحيث أن السياح يلاقي مدينة كاملة متكاملة زي ما احنا شايفين هنا في العالمين الحقيقة، مدينة كاملة متكاملة فيها كل حاجة. يبقى الطيران، محتاجين لمزيد من الاستثمار في مجال الطيران، لأن أنا النهاردة لو بقدر أجيب 15 مليون سائح، طب ما أنا عشان أجيب 30 محتاج ضعف الأوض ومحتاج ضعف الطيارات برضو، فمحتاجين استثمار في مجال الفنادق ومجال الأنشطة التي تقع تحت مظلة السياحة، ومحتاجين الاستثمارات في الطيران سواء استثمارات داخلية أو خارجية لجذب مزيد من شركات الطيران والاستثمار في هذا المجال. إزاي حضرتك بتشوف السوق المصري كسوق جاذب أو غير جاذب للاستثمارات في المجال السياحي؟ لا، السوق المصري جاذب، لأن مصر الحقيقة طول عمرها
الدولة. أنا هنا مش بس بتكلم على مقاومتنا كبلد، ولكن كمان بتكلم على مسألة توافر العوامل والمحفزات للمستثمرين أنهم يدخلوا في هذا المجال. شوفي أنا على مجال العمل في السياحة الحقيقة على مدار الأربعين سنة اللي فاتوا، عمري ما شفت مصر ثابتة سياسيا وأمنيا إلا لما كانت الغرف كلها ممتلئة. فالحقيقة إحنا النهاردة بننعم بهذا في مصر. إحنا النهاردة عندنا بلد الحمد لله ما شاء الله بلد آمن، وده أهم شيء من عوامل الجذب السياحي. وده كمان سيادة النائب انعكس بشكل كبير على الناتج السياحي السنة دي. إحنا بنتكلم إنه سي إن إن كانت كاتبة إنه إحنا كنا بنستهدف الوصول ل 16 مليون، بتتكلم على إنه الحكومة المصرية لو فضلت شغالة بهذا المعدل السياحي هنعدي الرقم ده، وده نتاج ل يعني حاله السلام والامن اللي احنا بننعم بيها، لان القطاع السياحي على وجه التحديد تاثر بشكل كبير خلال السنوات اللي فاتت، الثورات وبعد ذلك كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، فتضرر بشكل كبير وبيوت كتير اتقفلت بسبب انه القطاع السياحي كان متضرر. مفيش كلام ان هي الامن الداخلي والامن الاقليمي، ولذلك كان دايما سيادة الرئيس بيهتم بالامن الاقليمي بتاع مصر. لما حصل شويه مناوشات في ليبيا تدخل وقال ان الخط الفلاني خط احمر، وان انا مش عايز حد يقرب من الحدود. السودان بنعمل معاها نفس الحكايه، لان الامن الاقليمي والامن المصري دوت اهم عامل لجذب السياحه في مصر، لان زي ما قلنا برضو مصر بتتمتع بجميع المقاومات الجاذبة للسياحة بحيث أنها تبقى مقصد سياحي عالمي لا يضاهيه أي مقصد آخر. فإحنا زي ما قلنا الاستثمارات يجب أن تكون الاستثمارات في مجال الفندقة وفي مجالات الأنشطة المتعلقة بالسياحة وبالترفيه. يجب أن يكون هناك أيضا استثمار في مجال الطيران. المدن الجديدة كلها بطبيعتها بالبنية التحتية الرقمية جاذبة للسياحة جدا، لأنها هي في الآخر بتؤمن المكان تأمين كامل، بتسهل الفاسيليتيز اللي موجودة في المكان. كذلك مش العالمين بس، يعني اسمحيني أخرج برا العالمين برضو، أنت عندك العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية دي بلد جاذبة جدا للسياحة، لأن كل ما بعمل مدينة ببنية تحتية جيدة بمقاومات حديثة، كل ده بيخليها جاذبة للمعارض، جاذبة للمؤتمرات، فيها فنادق، فيها طرق، فيها أمن، فيها إكسبو سيتي، فيها مدينة معرفة، فيها مدينة رياضية ممتازة. كل ده جاذب للسياحة. السياحة دولة بتقوم بجميع مقومات البنية التحتية بتاعتها والمدن المؤمنة، هتشتغل في مصر، لأن المقومات السياحية في مصر الطبيعية الحقيقة لا تنتهي. زي حضرتك شايف دور القطاع الخاص في مسألة الاستثمار السياحي بالشراكة مع الحكومة، لأنه دايما زي ما بنتكلم علشان نتكلم عن قصة نجاح في قطاع ما لابد أنه يكون في مشاركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. أنت لو بصيتي على مدينة العالمين، ولتكن المدينة العالمين اللي احنا فيها الدولة هي اللي قامت الدولة هي اللي قامت بعمل الماستر بلان بتاع المدينة واختيار السياسات المناسبة لإنشاء هذه المدينة على أعلى مستوى، هتبص على تلاقي كل المقاولين اللي شغالين شركات مصرية، شركات عاملة بمليارات داخل هذه المشروعات، لأن هي مشروعات الحقيقة فاخرة جدا. الإبراج اللي موجودة الحقيقة معمولة على أعلى مستوى بأعلى تقنية موجودة، كل ده اللي قام بيه الشركات الخاصة المصرية. أصل أنت لو جيتي دعيتي النهاردة مستثمر إنه يجي يعمل مدينة زي كده مش هيقدر، ما حدش يقدر يعمل الكلام ده. ده دور الدولة. الأرض ملك للدولة، هي عملت الماستر بلان، عملت السياسة بتاعتها، عملت شغلها، عملت الاستراتيجي بتاعت المدينة هتمشي إزاي. وده الحقيقة شغل جاي جدا، لأن هي شاملة إسكان بمختلف الأسعار وبمختلف الفئات، شاملة جامعات، شاملة مساجد، شاملة كل حاجة لإقامة حياة. صحيح. أستاذ أحمد الطيبي، يعني كمان عايزة أسألك في النهاية، زي ممكن نقدر نبني على اللي بيحصل ده على أرض العالمين علشان نحقق العائد اللي احنا مستنيينه في 2028 من السياحة؟ الحقيقة في حاجة دايما أنا كنت بتكلم فيها وهي الوعي السياحي. النهاردة احنا عايزين نعرف الشباب بتاعنا الناشئ كله يعني ايه سياحة. انا مش عايز اعرفه اللي يعني لازم يعرف طبعا تاريخ بلده واثار بلده والكلام ده كله، لكن انا عايز افهمه السياحة من المنظوم الاقتصادي. ان شاء الله تشابترز او
تو شابترز ولا وان شابتر كل سنة من أول ابتدائي. يعني إيه سياحة؟ سياحة يعني تشغيل، يعني فرص عمل، يعني دخل للدولة، يعني دخل لكل مواطن مصري، يعني دخل للعملة الأجنبية، يعني استابيليتي في البلد. الكلام ده كله لازم أبتدي أعلمه له. يعني إيه معاملة السائح؟ السائح مطلوب منه، مطلوب من المصريين دي يستقبلوا السائح إزاي؟ أنا عايز أقف مع حضرتك هنا بمنتهى البساطة، إنه يمكن ناس كتير بتتحدث عن إنه المدن دي تهمني في إيه؟ دي مدن لفئة معينة مثلا، أو دي للسياح الأجانب. إنه حضرتك هنا بتتكلم على إنه السياحة العائد بتاعها بيدخل جوه كيب كل مواطن في الدولة. طبعا يا فندم، انت لو جيتي بصيتي النهارده على الغردقه، ما الغردقه النهارده مليانه فنادق وكلها انشطه سياحيه، بره الفنادق كلها انشطه سياحيه. مدن من اول هنا اسيوط، منى، سوهاج، اسيوط، المنيا، كل دول شغالين هناك. فدي تشغيل، تشغيل للناس. الراجل بيجي يقعد هناك يشتغل وبيجي. مستوى دخل الناس اللي في المدن السياحيه مختلف، حضرتك تقصد؟ طبعا طبعا. انت هقول لك حاجه بسيطه، يعني انت الاستثمارات السياحيه كلها اللي بتتم في مجال الفنادق النهارده عندها 12% من الايراد يوزع على الموظفين بتوعها، فكلما زاد الايراد زاد الدخل. طبعا حافز جيد جدا للموظفين. في الاخر بتلاقي اللي بيقبض جنيه اخذ الجنيه 2 و3، فده طبعا بيبقى حافز ليه جيد جدا، بيخليه يشتغل، بيرتقي بمستوى معيشته، بيرجع لاهله في بلده، يقدر يعمل أشياء كثيرة. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وأسعدتنا. أنا اللي بشكر حضرتك. طيب، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. ألف شكر يا فندم، بشكرك.